السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين قناة رضا الدسوق الأعزاء. مرحبا بكم في قناة رضا الدسوق للبرمجيات والخدمات الإلكترونية والربح من الإنترنت والمعلومات. النهاردة في درس جديد كمان عن الخدمات الحكومية اللي بتقدمها لنا المواقع الحكومية. النهاردة معانا موقع تموين أو إدارة دعم مصر. الموقع النهاردة زي ما انتم شايفين هنقدر نتعرف على ازاي نسجل رقم الموبايل في البطاقات التموينية النشطة او بطاقات الاصدار الجديد. كمان هنقدر نعمل بدل فاجد، تقديم بدل فاجد او استعلام عن بدل فاجد ونقل من محافظة لمحافظة، والاصدار الجديد اللي هو الفصل الاجتماعي وتفعيل رقم سري وإعادة ارسال الرقم السري. لو انا حابب اسجل رقم الموبايل بتاعي بطاقة تموينية نشطة او بطاقة اصدار جديد هضغط على بطاقة تموينية نشطة على حسب لو البطاقة بتاعتي قديمة أو إصدار قديم أو إصدار جديد بضغط هنا. طبعا عندنا استعلام مكاتب التأمين خاص بمكاتب التأمين والإرشادات العامة، ولو حابب تتواصل مع الوزارة تضغط هنا بتتواصل مع الوزارة. لو عندك شكوى أو عندك حاجة الخط الساخن قدامكم 19 9 59. بتمنى من كل المتابعين او اللي لسه بيتابعني لاول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس وتقدر تستفاد من الخدمة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة. طبعا اللي بيتابعني من قبل كده يا ريت شير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير والناس تستفاد منه. هنبدأ مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. لو هنسجل رقم موبايل لبطاقة تموينية نشطة هنضغط هنا، هيدخلنا على صفحة هيقول لي دخل رقم البطاقة التموينية ورقم البطاقة الشخصية واختار المحافظة بتاعتي واعمل دخول. لو رقم الموبايل مسجل من قبل كده هيقول لي ان رقم الموبايل مسجل. لو مش مسجل لازم اسجل رقم موبايل يكون باسم صاحب البطاقة مسجل في الشركة، غير كده الموقع مش هيقبل معاك. وفايدة رقم التليفون بيبدأ يعمل لك استعلام او ان رسائل بتجيلك على اساس اي تغييرات حصلت في الوزارة او اي تغييرات حصلت في البطاقة بتاعتك. كمان عندنا اضافة المواليد ان شاء الله احتمال تنزل قريب، هعمل لكم فيديو كامل ليها وازاي نضيف المواليد الكترونيا بدون الذهاب للمواقع المكاتب التموين. كل الكلام ده اتعمل الكتروني. طبعا هنا هنضغط على رقم البطاقة التموينية وهنا البطاقة الشخصية ونختار المحافظة ونعمل دخول. هيطلب مننا رقم الموبايل لو مش مسجل. لو مسجل رقم الموبايل خلاص بنعمل أي تعديل في البطاقة أو حاجة. لو بطاقة إصدار جديد نفس الكلام، هيطلب مننا في حالة إثبات أي تزوير أو بيان من بيانات البطاقة سواء عمل إلغاء البطاقة أنك مسألة قانونية. تمام، كل ده هنضغط أوكي موافق هنا ونضغط رقم الموبايل. بناء عليه هنبدأ نعمل تسجيل للموبايل. هنا اعمل لك بيان ومتابعة الحالة عن طريق الموبايل. كل الكلام ده جميل، اعتقد احنا فهمنا ايه الموضوع. الفصل الاجتماعي بناء عليه لو عندي حد مثلا راجل وزوجته موجودة عند اهلها، هندخل بطاقة الزوج هنا ونبدأ نعمل لها ندخل بيانات الزوجة، الرقم القومي بتاعها والصفة بتاعتها زوجة او اخت او بنت او ابنة، تبدأ تضيفها على البطاقة بتاعتك الكترونيا. أتمنى يكون الموضوع أفادكم وأتمنى منكم الاشتراك وتفعيل في زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني وياريت لو أي سؤال في التعليقات هجاوب عليكم إن شاء الله. وانتظروا شرح لكل المواقع الإلكترونية الحكومية اللي بتقدم خدمات للجمهور. تحياتي لكم رضا الدسوق، أتمنى إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي على خير. وتابعوني هوصلكم كل جديد. في أمان الله.